السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم ضحى. اليوم غنقدم لكم إن شاء الله كالامار معمر ومرافق بالرز. عندي كالامار وعندي الحشوة وعندي الرز. في الوصفة المهم بالنسبة للحشوة فيها الميس، زدت عليهم جناح كالامار زائد الزيتون الاسود مقطع دوائر وفلفله كبيره مقطعه مربعات صغيره مليحه زيت الزيتون ثوم وقزبر. خلط كل شيء في مقله، كنخلط كل شيء في مقله اصلا كنوضعو فوق نار متوسطه حتى طيب الفلفله، نطفيو عليه ونخليوه يدفى ونعمرو به كالامار ونسدوه بالكيغدون ونطيبوه غير بشويه ديال الزيت العادية، ما نديروش الزيت البلدية حيت كطلق الريحة في الطياب، نديرو شوية الزيت العادية نخليوه يطيب على نار مهيلة وما نساوش نغطيو الإناء باش يطيب مزيان. أما بالنسبة للرز كنرقدو ساعة في الماء ونصفيه وكنخلطو مع الخرقوم البلدي شوية المليحة وشوية الزيت، زيت العادية ولا زيت الزيتون، وكنفورو على لابادين هادي كنديرها في الماء، هذه كنديرها في الماء باش كتعطر ليا الرز وكتعطيه حتى لوكو. المهم كنخليوه الرز حتى كيطيب وكنخلطو مع الجبن. بالنسبه للجبن اختيارك، اللي عنده بحال جبن يدان بحال هذا راه مزيان، استعملت هذا. اللي ما بغاش، اللي ما عندوش هذا، يدير مثلثات مربعات سولون لوكو على حسب كل واحد ولوكو ديالو. وبالنسبه للتقديم عندي انا جوج الالوان، واحد خليته ابيض وواحد درته صفر. غناخذ هاد الطبسيل، هاد الجبانيه غندير على حسب بالنسبه للتقديم. انا تصيد كلشي وجدت كلشي باش دغيا نوجد كلشي دغيا باش ما نعطلكمش. غندير واحد النص ديال الصفا نحطو هنا باش يجيني ساهل. خلطت بطبيعة الحال، خلطت مع الجبن كندكس شويه مزيان، عفوا اللي درت صباح كندير شويه الابيض ونعاود ندير شويه د الصفار. ندير طبقات واحد الصفار واحد ابيض باش كيعطي منظر زوين. بالنسبه للخرقوم البلدي راه كيعطي نسمه زوينه للرز، انا كيعجبني، انا شخصيا كيعجبني. شوما رز بيض مزيان،
التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سي بون كما كتلاحظوا عندنا طبقات، عندنا الصفر مخلط بحال تقريبا ما غبغي. كناخذ الحشوه دينا شي شريحه اختياري للتزيين فقط. عندنا الحشوه اللي بقات عندنا نحاولوا نديروها في الاطار ديال القبصين. نحاولوا نعطيو شي منظر زوين، العين تاكل قبل البطن. فرش بحال الا فرشنا التبصيل من الفوق اصلا بالحشوه. بالكرمة ناخذ هذه الصغيرة نحطها من فوق منها وشي شريحات بصحة وراحة. الطبق النهائي هو هذا. بالصحة والراحة، كنتمنى تعجبكم الوصفة. مساء.